بلينيتي اوف ووت ده كده الباراجراف، وبيكلمك على ستين هيلثي. ستين هيلثي يعني البقاء بشكل صحي، او واخد بالك ان القطعه شغاله فيه نفس، انت لو حفاها هتجيب يعني القطعه فوق بتقول في كلام، بس احنا طبعا عايزين نالف بقى من دماغنا شكل ان احنا مخنا شغال. يعني ستين هيلثي يعني يبقى بشكل صحي. هقول مثلا today، النهارده I have a presentation. انا هتكلم عن نفسي واقول ان انا عندي presentation about عن how to stay healthy. You should، انت لازم ان انت get enough sleep، لازم يكون عندك enough sleep. خد بالك enough دي يعني كافي، enough sleep. You should، ينبغي كمان also. انا طالما قلت كمان يبقى اقول also بقى، ما also دي يعني ايضا. بص احنا هنسيب السطر الاحمراوي ده ونبدأ من هنا كده also. احنا ينبغي ان احنا كمان ايه نحصل على طعام صحي. have healthy balanced، بكومة كده balanced diet، مش بس balanced، بس مش متوازن بس بخص ومكرونة، لا وكمان healthy صحي. healthy balanced diet يكون عندنا نظام صحي ومتوازن. you should، كل شوية هقول لك شد، ما انا بنصحك بقى. eat fruit، فاكهة and vegetables، ولازم تاكل فاكهة وايه وخضار. fruit and vegetables. ايه كمان؟ playing sports، لعب الرياضة، حرف البي كابيتال بيبقى من غير زعرورة كده عشان بس. playing sports، انا بشوف البيس البيس مول هنا بقى ايه بزعرورة ازاي، ده عنده ده ما عندوش زعرورة عشان كابيتال، وده عنده زعرورة عشان سمول. playing sports is a good way، طريقة جيدة to stay healthy، تبقى طريقة جيدة عشان تبقى صحي. and exercise او doing exercise، وكمان عشان تلعب رياضة. مش عارفين ننهي فين الباراجراف الجميل دوت. ممكن تنهي بأي جملة، انما انت ناو او اللحظة دي انت كده باشا هوت معاك ايه اجمل باراجراف في الدنيا. اتمنى لكم توفيق، ونتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي احنا هنختم بيه اليونت 8 ان شاء الله. سلام.